قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الأمين، وعلى من قتل أثرهم وسلم بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، نرى اليوم بإذن الله تعالى مع به درسا تطبيقيا عن العمرة وعن مراحلها. وأول ما يبتدئ به العبد في العمرة هو أن يتحرى الميقات المكاني الذي يحرم منه. والميقات المكاني لأهل تونس إن كانوا متوجهين مباشرة إلى مكة هو رابغ، فيحرمون في الطائرة خلافا لمعتادهم كثير من الناس أن يحرموا من مطار جدة. وإن توجهوا إلى المدينة أحرموا من آبار علي، وهم ذاهبون من المدينة إلى مكة، ويحرمون بالتجرد من ثيابهم ولبس ثوبين أبيضين، وإن لم يكونا أبيضين فلا بأس، لكن الأفضل أن يكونا أبيضين. وعند الإحرام يغتسل العبد ويتطيب قبل إحرامه، ويلبس ثياب الإحرام، ثم يقول لبيك اللهم عمرة ولبيك عمرة. وبعد الإحرام يتنبه من إحرامه إلى التحلل أن يجتنب محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام هي الأخذ من الشعر وقص الأظافر والتطيب لاستعمال الطيب والعطر والمباشرة لشهوة، وقلنا أخذه من الشعر قص الأظافر استعمال الطيب المباشرة لشهوة والصيد والجماع وعقد النكاح ولبس القفازين هذه محظورات يشترك فيها النساء والرجال سويا: الأخذ من الشعر، قص الأظافر، استعمال الطيب، المباشرة لشهوة، لبس القفازين، الجماع، وعقد النكاح، والصيد. هذه محظورات يشترك فيها النساء والرجال سويا. والرجال لهم محظوران يختصان بالرجال، ألا وهو تغطية الرأس بملاصق كهذه القلصوة مثلا، ولبس المخيط والمحيط كلباسنا هذه، فلا يصح للرجل أن يلبس محيطا أو مخيطا أو أن يغطي رأسه بملاصق. فإن غطى رأسه بغير ملاصق كالمظلة أصحاب هذه التي نحمله عند المطر والشمس، أو بغطاء السيارة بغطاء الحافلة، فلا بأس في ذلك. والمرأة يختص بها محظور، ألا وهو تغطية الوجه أو لبس النقاب، فلا تلبس المرأة النقاب حال إحرامها، بل تكشف عن وجهها إذا ابتعدت عن الرجال، ولا بأس أن تسدل ما تستر به وجهها إذا اقتربت من الركبان، كما كان أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقلت يحرم المعتمر من الميقات، يتحرى أن لا يتجاوز الميقات. وميقات كما قلت أهل تونس هو رابغ، وتقريبا في الطائرة قبل الوصول إلى مطار جدة تقريبا بساعة إلى ربع أو ساعة تقريبا. فلو تحرى في الخطوط الجوية السعودية مثلا يعلمونك، يقولون لك قد وصلنا إلى قد حاذينا الميقات، فينبغي أن يحرم كل واحد، لكن في الخطوط الجوية التونسية لا يعلمون. فيتحرى المرء الميقات بنفسه قبل أن يصل إلى مطار جدة تقريبا بساعة أو ساعة إلى ربع، فيلبس ثياب الإحرام ويحرم بالعمرة ويقول لبيك عمرة، وينتبه إلى هذه المحظورات التي سردتها أن لا يقارف أي واحدة منها، ويكثر من التلبية، ويرفع الرجل بها
إلى أن يصل إلى الحرم. فإذا وصل إلى الحرم ابتدأ بالطواف، يبتدئ بجانب الحجر الأسود. كعبة هذه فيها أربع أركان: الحجر الأسود، والركن العراقي، والركن الشامي، والركن اليماني. هذه أركان الكعبة: هذا الحجر الأسود، وهذا الركن العراقي، وهذا الركن الشامي، وهذا الركن اليماني، وهذا الحطيم أو حجر إسماعيل. وذلك أن العرب لما أرادوا أن يرمموا الكعبة وأن يعيدوا بناءها بفعل اهترائها بفعل الزمان، اشترطوا على أنفسهم أن لا يدخلوا فيها مالا حراما. وكان العرب يستعملون الأموال المحرمة كثيرا، فقصرت بهم أموالهم عن إتمام بنائها، فبنوا إلى هذا الحد ولم يتمكنوا من إتمام بنائها وفق قواعد القواعد التي بنى عليها نبي الله إبراهيم. فبقي الحجر علامة على مكان الكعبة. ثم لما تمكن عبد الله بن الزبير من مكة وتحصن بها مناوئا للأمويين، هدم هذا الجانب وبناه إلى حد حجر إسماعيل، إلى حد الحطيم. ثم لما دخل الحجاج بن يوسف وافتك مكة من عبد الله بن الزبير، ووضع عبد الملك بن مروان، كان آنذاك خليفة الأموي، وضع يده على مكة، أتى فهدم ما بناه عبد الله بن الزبير وأعادها إلى المكان الذي كانت عليه الكعبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك يحدث أم المؤمنين عائشة، قال: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام هدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد نبي الله إبراهيم. عبد الملك بن مروان لم يدرك هذا الحديث، لم يسمعه، فظن أن عبد الله بن الزبير اجتهد وبنى الكعبة كما أراد. فلما سمع بعد ذلك بهذا الحديث ندم لأنه هدمها وأعادها كما كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمن الخلافة العباسية أراد المهدي ابن هارون الرشيد، المهدي ابن جعفر بن منصور، أراد أن يبني الكعبة كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها وفق قواعد نبي الله إبراهيم. أراد أن يهدمها من هذا الجانب وأن يتمها، فاستفتى الإمام مالك رحمه الله، قال له: هل نهدم الكعبة وتتمها؟ فماذا قال الإمام مالك؟ قال: أخشى أن يتخذها الخلفاء لعبة. قال: أخشى أن يتخذها، يأتي خليفة يهدم ثم يأتي خليفة يهدم ثم يأتي خليفة يهدم وهكذا. فمنعه من ذلك سدا للظواهر، وهو أصلا من أصول المذهب المالكي في استنباط الأحكام، سد الضرائب. على كل حال، فقلت: هذه الكعبة، فالذي يطوف يبتدئ من الحجر الأسود. إن استطاع أن يقبله يفعل، إن استطاع أن يستلمه بيده وبيده اليمنى ويقبله يفعل، إن لم يستطع يستقبلها ويشير بيده مكبرا الله أكبر، ثم يبتدئ في الطواف. طيب، ثم يبتدئ في الطواف، يطوف سبعة أشواط. إذا طاف لا يتحرى أن يطوف خارج الحطيم، لأنه إن طاف داخل الحطيم بطل طوافه ولم يصح، لأن هذا الحطيم حجر إسماعيل هذا هو من الكعبة. فيتحرى أن يطوف، يتحرى أن يطوف خارج الحطيم. في طوافه، في طوافه ماذا يذكر؟ ثمة كتب توزع ما يقال في الطواف الأول وما يقال في الطواف الثاني، هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في طوافه يدعو بما أراد، على ما بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: إذا طاف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما تبقى فيدعو بما فتح الله عليه مما يشاء،
سلمه وقبله وهكذا. كامل الطواف يدعو اذا وصل الى رمي الامان اليمني ماذا يقول؟ في الرجل في طوافه الى الانسنه، الرجل في طوافه في كامل طوافه، الرجل في كامل طوافه يطبع بمعنى يجعل وسط رداءه على تحت رقبته الايمن وطرفيه على كتفه الايسر بحيث يكشف كتفه الايمن. هذا للرجال فقط، هذا بالنسبه للرجال فقط. والرجل في طوافه في الطواف الثلاث الاولى في الاشواط الثلاث الاولى، قلنا هم كم اشواط؟ سبعه اشواط. في الاشواط السبعه الاولى يرمي بمعنى يمشي سريعا بخطى متقاربه، في الاشواط الثلاثه الاولى يرمي يمشي سريعا بخطى متقاربه، وفي ما تبقى من الاشواط يمشي بخطى عاديه، لكن كان الى طوافه يقطع. هذا بالنسبه للرجل. الرمى كذلك هو بالنسبه للرجال فقط، المراه لا ترمي اي لا تسرع في مشيها. ففي الطواف او في الطواف نعم، في الاشواط الثلاثه الاولى الرجل يسرع في مشيها. اذا وصل الى رمى اليماني قال: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يبتدئ الشوق من الحجر الاسود وينتهي عنده. انتم يعني ثمة في الحرم خط بني يسير هكذا اذا لم تتمكن من ضبط المكان جيدا وكان الزحام يمنعك من رؤيه الحجر الاسود. ثمة خط بني تراه في الرخام تبتدئ منه طوافك. تطوف سبعة أشواط قلنا في الأشواط الثلاثة الأولى تسرع بالخطى، في ما تبقى تمشي بخطى عادية. إذا وصلت بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود تقول: ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في باقي طوافك تدعو الله بما فتح عليك، تتحرى في طوافك أن تطوف خارج الحطيم خارج الحجر الأسود لأنه من الكعبة، فإن دخلت فيه في طوافك لم يصح طوافك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذا انتهيت من الطواف، إذا عقدت سبعة أشواط بدءا من الحجر الأسود وانتهاء إليه، تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. تصلي ركعتين، هذا مثال لمقام إبراهيم. تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم، ثم بعد صلاتك لركعتين بعد انتهاء الطواف لا حاجه في هذا الاطباع. اذا اتممت اشواطك السبع لا حاجه في هذا الاطباع، فتغطي كتفك الايمن كما كنت، ثم تذهب الى الصفا والمروه. تبتدئ بماذا؟ بالصفا. تبتدئ بالصفا فتصعد على جبل الصفا. أي أحسنت، إن تعذر عليه أن يصلي وراء مقام إبراهيم يصلي أينما تيسر له. كذلك مسألة تقبيل حجر الأسود، مسألة تحرر الصلاة وراء مقام نبينا إبراهيم، هذه كلها إن تيسرت ولا يجوز له أن يؤذي في المزاحمة، لا يجوز له أن يزاحم مزاحمة شديدة تؤدي به إلى هداية غيره من المسلمين. فيحرص المسلم على أن لا يزاحم مزاحمة تؤدي إلى هداية المسلمين. نعم، الركن اليماني يستلم إذا وصل إليه أو يشير إليه، لكن بقية الأركان لا يستلمها.
مالي بدون تقبيل لا يصح أن يقبل ربنا لله إن استطاع ذلك. والحجر الأسود يقبله إن استطاع أو يمسه بيده ويقبل يده. الرب اليماني إن استطاع أن يستلمه يفعله لكن لا يقبله. وبقية الأركان لا يستلمها. الرب العراقي والرب الشام ليس لهذا والرب اليماني. قلنا بعد صلاته بركعتين يذهب إلى الصلاة. يصعد فوق جبل الصلاة. ويتجه إلى الكعبة. يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء ويعيدها ثلاث مرات. قل لا إله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز عبده واعز انجز وعده ونصر عبده وهزم احزاب وحده. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم احزاب وحده. يقول ثلاث مرات يدعو بينه. ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروه سبعه اشواط. من الصفا الى المروه شوط ومن المروة إلى الصفا شوط. ليس ذهابه وإيابه شوط واحد وإنما الذهاب يعد شوطا والإياب يعد شوطا. ذهابه يعد شوطا وإيابه يعد شوطا. طيب بعد قراءته ينزل على الجبل ويسعى بينهم. في سعيه يعترضه على مانع أخضران أو ضبان أخضران. وكان يسمى سابقا ببطن الوادي. بين هذين العالمين يسعى الرجل سعيا شديدا ان يجد الرجل فقط. المراه تمشي على سواء في الطواف المراه لا رمل عليها وفي السعي المراه لا تسعى سعيا شديدا. فيسعى بين الصفا والمروه ويذكر ما شاء وليس ثمة كذلك ذكر محدد بكل سعي كما يوجد في بعض الكتب مخالفة للسنة. ليس ثمة ذكر محدد وإنما يدعو بما شاء وما فتح الله عليه. يسعى بين الصفا والمروة بين العلمين الأخضرين والضبعين الأخضرين وهي التي تسمى ببطن الوادي. يسعى سعيا شديدا يجري جريا شديدا ويتم سعيه سبعة أشواط من الصفا إلى المروة. إذا وصل إلى المروة فعل مثل ما فعل بالصفا يصعد على الجبل. إذا وصل إلى الأصل هنا يجري جريا شديدا لكن مسافة قصيرة. يصعد على الجبل ويلتفت للكعبة كالعادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء يكررها ثلاث مرات. هذا الذي فعله الآن كم من شوط؟ هو شوط واحد. يعود إلى الشوط الثاني. يمشي إلى ما شاء إذا وصل بين العالمين يجري ثم يصعد الجبل مجددا يلتفت للكعبة ويذكر ما قد قيل سابقا. هذا كم من شوط الآن؟ شوطان. يعود الشوط الثالث. بين العالمين يسعى هكذا يصعد الجبل إلى آخره. هذا الآن ثلاثة أشواط. يرجع حتى يتم الأشواط السبعة. قلنا يبتدئ من الصفا ويبتدئ عند المرء بعد انتهائه من الأشواط السبع يتحلل من يخص أو يحلق رأسه ويتحلل من إحرامه ويكون في حل من محظورات الإحرام التي التزم من ابتداء الإحرام التزم عدم مقاربتها. أنتم الآن المحظورات التي ذكرت
بالنسبة للحلق الأصل حلق النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فالأصل في الذي يحتلق إذا لم يكن حاجة، إذا كان حاجة يقصر حتى يجد ما يحلقه بعد تحلله من الحج. لكن إذا كان معتمرا فقط فيحلق، يحلق حلقا دائما. بالنسبة للمرأة تأخذ أنملة من كل جانب في شعرها وتقصه، لا تحلق حلقا دائما. فتأخذ المرأة تحلق رأسها. فيكون بذلك قد تحلل من إحرامه وانتهت عمرته. في المدينة الآن هذا ما يفعله في مكة في عمرته، في المدينة يزور المسجد النبوي، وله أن يزور بالنسبة للرجل هذا له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف، لكن لو استثنته يكون أفضل. الرجل إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بأدب ويقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويصلي عليه، يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يذهب إلى قبر أبي بكر جانب قليلا ويسلم عليه، يذهب إلى قبر عمر جانب قليلا ويسلم عليه. ليس له في هذا المقام أن يدعو الله عز وجل، ومن باب أولى ليس له أن يدعو من في القبر. يقول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فدعاء غير الله سبحانه وتعالى لا يجوز، سواء كان هذا لملك مقرب أو نبي مرسل أو صالح من الصالحين. ولا يجوز دعاء رب العالمين جل في علاه عند قبور الصالحين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وأن المساجد لله، عفوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا. فعبادة الله عز وجل عند قبر الصالحين لا تصح ولا تجوز لكونها تكون قطعا وحتما طريقا الى الشرك بعد ذلك. فلا يصح ان يقف عبدا امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويقول انا ادعو الله عز وجل، هذا سيخلص بك بعد سنوات، الناس سيرونك وسيصبح الناس يدعون من في القبر ويطلبون منه النصر والتأييد والفرج وما الى ذلك، وهذا يفضي الى الشرك الذي جاء في الانبياء والرسل محاربته. فيقف يكتفي بالتسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يمر إلى قبر أبي بكر الصديق يسلم عليه، يمر إلى قبر عمر بن الخطاب ويسلم عليه، وهكذا. وينبغي أن يتأدب. سبحان الله، بالنسبة في مسألة العمرة، مسألة العمرة خاصة، الذي سمعته من الإخوة الذين ذهبوا أن أهل تونس خاصة يعرفون بسيماهم في تلك البقاع، يعرفون ابتداء بمخالفتهم للسنة في جميع الأحوال بدءا من الإحرام. كل أهل الأرض يحرمون من المواقيت إلا أهل تونس يحرمون من مطارجها. أهل الأرض كلهم من إندونيسيا من ماليزيا من شتى البقاع كلهم يحرمون من المواقيت إلا أهل تونس يحرمون من مطارجها، وينسبون هذا لفتوى الشيخ محمد طاهر بن عاشور ونسبوها إليه اقتضاء من كلامه. محمد طاهر بن عاشور لم يفتي بالإحرام من مطار جدة، وإنما سئل إن أحد ذهب ونزل في مطار جدة ونسي أن يحرم أفتاه بذلك وقال عليه دم، عليه فدية. لم يقل للناس أحرم من مطار جدة كما تقوله وزارة الشؤون الدينية هذه سابقة في كتبه، وهذه المخالفة لم يقولها ولم يقع فيها أحد غير أهل الكتب. أيضا مسألة الكتب تجد زعيم فوج يحفظ كتابا ويطوف الناس وراءه وهو يقرأ دعاءه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف والناس يفعلونه وراءه. أيضا قضية السعي على صلاة المرأة، مسألة حلق الرأس، كثير من الناس يستنكفون عن أن يحلقوا رؤوسهم مخالفين في ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم،
إذا دخل الناس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ربما وجدنا من المخالفات ما تفضي إلى الشرك. كذلك مسألة الاختلاط، مسألة الاختلاط في الفرج، إذا ذهب فرج فيه الرجال والنساء ينبغي أن لا يختلطوا، ولا يصح لهم ذلك ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي هريرة قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الصفوف الأولى للرجال بالخيرية لبعدها عن صفوف النساء، وحكم على صفوف النساء الأخيرة بالخيرية لبعدها عن صفوف الرجال، مبينا في ذلك عدم صحة الاختلاط بين الرجال والنساء في المساجد وفي دور العبادة وما إلى ذلك، وفي الأماكن التي هي ليست للعبادة يكون عدم الاختلاط فيها من باب أولى. إذ الفتنة في المساجد وفي دور العبادة أقل وأمنع، فإن كانت الفتنة في دور العبادة وفي المساجد أقل وأمنع وقد نهى الشرع عن الاختلاط فيها ففي غيرها أولى. فيحاول الناس أن يلتزموا بما رأوه وما تعلموه حتى تتبدل على الأقل هذه الصورة الذي يحدث به الإخوة الذين ذهبوا أن ثمة شعوب عرفت بانضباطها في الحج والعمرة خاصة الشعب الماليزي، وذلك